على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع رحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع رحايم، صحتك بالدنيا. راديو الحياة في إذاعة القيروان، صحة أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع البوند FM 93.8. نوصلكم صوتنا، نتواصل معكم مدة ساعتين من زمان حتى نص نهار في مختلف الفقرات اللي تهم الصحة متاعكم، على خاطر صحتكم عزيزة نحاول نمدوكم بمختلف المعلومات اللي نجم نوصلهمكم على البوند FM 93.8. كما قلت لكم نشر مدة ساعتين، نرحبوا بأحمد المخلوفي كوتي تكنيك، سينو صيف بولعريس، محمد صيف بولعريس كوتي ديجيتال، وبقية الزملاء اللي مأمنين لكم سانتي 5.0. سانتي 5.0. إن النظرة العالمية للمال هي في الحقيقة الوحيدة المتفائلة في الحضارة متاعنا. هو المال أهم من الدنيا، أما تمثل الصحة والقوة والشرف أهم شيء عند الإنسان. جورج برناردو شو، هذه المقولة اللي نبدأ بها وتتسويت في سومير. سومير السمر اليوم ان شاء الله باش يكون عنا في ساعتنا الاولى كوادنوف. الخبر الاولاني اللي هي وزارة الصحة تعلق رسميا استخدام لقاح جونسون اند جونسون اللي كنا تحدثنا لكم عليه البارح. سينو كيف كيف وزارة الصحة زادة كيف كيف تشجع وتدعو من فاق السن نتاعهم 60 عام لتلقي الجرعة الرابعة ضد كوفيد 19. سينو في شفر سونتي باش نحكي لكم على تأثيرات اغلاق الكورونا على الاوزان نتاعنا. ممكن المعلومات اللي باش نمدوكم بهم بعد بشوية تنجم الدراسة ذي تنزعج منها، خاصة النساء في ظل الأرقام اللي باش نعطيهم لكم في شيفر سونتي. في ساعتنا الثانية فيها الدكتور باش يكون ضيفنا سهيل السعيدي أخصائي أمراض النساء والتوليد. موضوعنا لليوم العقم وأساليب العلاج. الناس اللي يهمها الموضوع ذي أكيد ماذا بها تركز معنا، خاصة باش نعطيكم بار ديتاي أهم الأساليب العلاجية في الإطار هذي. تليفوناتكم على 70 035 120 وإلا 77 288 289. إذا كان عندكم تساؤلات وهكو الفرصة تستغلوها مع دكتور سهيل السعيدي أخصائي أمراض النساء والتوليد في موضوع العقم وأساليب العلاج. نحن مازلنا مواصلين معكم حتى نص نهار برشا موسيقى نحاول ننسكم بها. الناس الكل وجو غطوغ معكم في سانتي 5.0. سانتي 5.0. كل الأخبار والمعلومات الصحية اللي تنجم تهم حياتكم، هذا اللي نحاول نعطيهوكم فيه مختلف المعلومات. وتتسويت كواد نف. كواد نف سانتي. كل القرارات والإجراءات نحاول نمدوكم بها على البوند FM 93.3. بداية بوزارة الصحة لتعلق رسميا استخدام لقاح جونسون أند جونسون، وكنا تحدثنا عليه البارح الحقيقة في ظل الإجراءات اللي بشي تاخذوها. سيبون رسميا أعلنت وزارة الصحة تعليق استخدام اللقاح هذا، وذلك في إطار لكونه حشهدوا حالات من تخثر الدم بيانسور مش في البلاد التونسية. من أوضحت الوزارة أن اللقاح فايزر هو أكثر أنواع اللقاحات استعمال في تونس، وأن اللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا باش تواصل كل مستجدات التطعيم ضد الفيروس على الصعيدين الوطني والعالمي. تجدر الإشارة إلى أنه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أصدرت توصية بالحد من استخدام لقاح جونسون أند جونسون بسبب مضاعفات مقلقة من بينها تخثر الدم. وكان عضو اللجنة العالمية لمجابهة فيروس كورونا دكتور رياض ضغفوس أفاد بأن السلطة الصحية في تونس باش تتجنب بعد صدور التوصية هذه استعمال لقاح جونسون أند جونسون، وذلك من باب الاحتياط، مشير إلى أنها ما تلتجئش لاستخدامه إلا بطلب من المواطنين أنفسهم. بدوره أكد وزير الصحة علي المرابط أنه منذ تلقي تونس إشعار عالمي حول تلقيح جونسون، قررت الوزارة التخلي عن عدة كميات من نوع هذا من تلقيح كوفيد 19 في إطار الامتثال لقرار منظمة الصحة العالمية في إطار المحافظة على صحة المواطن التونسي. هذا بالنسبة للخبر الأول. وكوا
واد نفو المعلومات اللي تنجم تفيدكم انتم كاسده مستمعين مكملين في نفس الاطار زاد كيف كيف مع وزاره الصحه اللي تدعو من فاق السن نتاعهم 60 عام لتلقي الجرعه الرابعه ضد كوفيد 19. دعات وزاره الصحه الاشخاص اللي فاق سنهم 60 عام الى الاقبال على تلقي الجرعه بين اكثر وبين انه اكثر من 6,500,000 تونسي استكملوا التلقيح واكثر من 1,300,000 استوفوا اخذ الجرعه الثالثه لانه الانطلاق في اخذ الجرعه الرابعه صاحبه عدم اقبال وترخي ليس فقط في تونس اما تقريبا في العالم اجمع معتبرا من المهم تعايش التونسيين مع كوفيد 19 حسب تصريح وزير الصحه لاحدى الاذاعات الخاصه على هامش ندوة حول السلوكيات المروريه المحفوفه بالمخاطر ومنظومه احصائيات حوادث المرور كان أكد زيدا أنه نسب الملقحين بلغ أكثر من 1,500,000 تونسي أي بمعدل أكثر من 50,000 مواطن في الساعة وبيان سور احنا يوم أمس كنا أكدنا لكم على أهمية التلقيح تجنبا لتفشي الموجة السادسة من فيروس كورونا نعرفوا التونسي تقريبا اطمئن في اللحظة هذه في آخر الأشهر أما ما زلت الاحتياطات لازم تكون واجبة وقلنا أكدنا على الدور الإعلامي ودور الوزارة في تنديد المواطنين وفي تشجيعهم على التلقيح وكل واحد من منظوره ومن محيطه الخاص ما يسيرش يشجع على بيت باش تمشي تلقح هي باش تبدا بفئة أكثر من 60 عام وإن شاء الله ماشية هو التعميم وهكيكا تضمنوا رواحكم وتضمنوا الصحة متاعكم وكانت هذه كواد نف كواد نف سانتي مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى النص نهار نذكركم في ساعتنا الثانية ألو دكتور باش يكون معنا ضيفنا دكتور سهيل السعيدي أخصائي أمراض النساء والتوليد موضوعنا لليوم العقم وأساليب العلاج تليفوناتكم على 70-035-120 وإلا 77-288-289 وشوية خلينا نجيكم بتأثيرات إغلاقات الكورونا على الأوزان بتاعنا سونتي 5.0 سنتي 5.0 في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش يكون أبرتير من 11 ضيفنا دكتور سهيل السعيدي أخصائي أمراض النساء والتوليد باش نحكي لكم على العقم وأساليب العلاج ألو دكتور تليفوناتكم على 70-035-120 وإلى 77-288-289 إذا كان عندكم تدخلات وإلا تساؤلات تحبوا تطرحوها على دكتور سهيل السعيدي خاصة مش يعطيكم معلومات مهمة وأساليب العلاج اللي تنجموا تترقوا لهم مختلف الأسئلة اللي تنجم تبادر ذهنكم أما في التوقيت هذا نمشي معاكم الشيفر سنتي شيفر سنتي في شيفر سنتي لليوم مش نحكي لكم على دراسة ممكن برشة نجم تنزعج منها خاصة انسى اللي تسمع فينا وقت اللي هي تأثيرات اغلاق كورونا تنجم تأثر على الاوزان متاعنا كشف دراسة حديثة ان النساء هما اكثر وكنا الحقيقة اكثر عرضة لزيادة الوزن خلال الاغلاقات اللي كانت مرتبطة بوباء كورونا مقارنة بالرجال خاصة في ظل الحجر الصحي لأجبر مليارات البشر على المكوث في المنازل متاعهم حسب الدراسة هذه اللي اعتمدت على بيانات من مركز البحوث السريرية في بريطانيا فإنه أغلب الناس استطاعوا أن يحافظوا على الأوزان متاعهم لو أو أنهم ما يتنقلوش من فئة إلى أخرى من ناحية خاصة مؤشر كتلة الجسم اللي تعرف اختصارا BBMI شملت الدراسة ما يقارب بمليون بالغ في بريطانيا استنادا إلى بيانات قدمها ما يزيد على 200,000 طبيب قارنت الدراسة بين مؤشر كتلة الجسم عند البالغين في الفترة اللي كانت سبقت مارس 2020 وبين ما أصبحت عليه بعد عام من تاريخ مارس 2022 أظهرت النتائج أن النساء زاد الوزن متاعهم بشكل أكبر خلال فترة الأغلاق مقارنة بالرجال ففي فئة الوزن الزائد انتقلت 13% من النساء إلى مرحلة البدانة في حين أن النسبة هذه ما زادتش على 9% وسط الرجال يغزو الطبيب المشارك في الدراسة ديفيد كلور زيادة الوزن خلال فترة كورونا إلى اضطرار الناس للبقاء في البيت والتوقف على ممارسة التمارين الرياضية فضلا على الإقبال بشكل أكبر على تناول الطعام وإحنا بخاتيك ما نعرفه الحقيقة خاصة حتى وقتها التصنيف متاع نسيلي ولا في الدار من ناحية الحاجات المقالي والحاجات الدسمة برشا دونك هذيك علاش ساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع الأوزان في غضون ذلك فما 83% من اللي كانوا ذوي
قوي يوزن صحي قبل مارس 2022 حافظوا على اللياقة متاعهم، في حين انتقل 14% منهم إلى مرحلة الوزن الزائد و3% واللي يعانيوا من وزن ناقص. دونك هاكا فما مراحة، أما النسبة الكبيرة ديما تمشي للناس اللي زادت في الوزن متاعهم. هذيك علاش نقول لكم سيسوا روحكم الناس الكل، حتى في ظل كورونا ديما مارسوا الرياضة، وفي ظل الأوضاع الوبائية اللي موجودة مسالش نشجعوكم على ممارسة الرياضة. وكان هذا شيفر سنتي. شيفر سنتي، مازلنا مواصلين معكم في مختلف المعلومات الصحية اللي تهم الصحة متاعكم. تليفوناتكم على 70 035 120 77 288 289. دكتور سهيل السعيدي ضيفنا في الساعة الثانية، أخصائي أمراض النساء والتوليد. موضوعنا لليوم العقم وأساليب العلاج. مرحبا بكم على 93 كيف العادة، وكما عودناكم في برنامجنا في ساعتنا الثانية نحاول نتناولوا موضوع يهم الصحة متاعكم. موضوعنا لليوم العقم وأساليب العلاج مع دكتور سهيل السعيدي، أخصائي أمراض النساء والتوليد في ألو دكتور. ألو دكتور. مرحبا بك دكتور سهيل على موجة رجل حادي. شكرا أخت مريم على الاستضافة، وتحية خاصة لكافة مستمعي إذاعة حياة الدفاب. موضوع مهم جدا دكتور، نجم نتناولوه بيان سور. دونك ميساش دكتور، نجم تصرف عادي تنحي الكاسك وقت نسمع الميكرو تروتوار، او كتحط الكاسك باش تسمع. دونك دكتور فوالا دكتور، اليوم موضوعنا مهم جدا، موضوع العقم اللي يعتبر شائع من بين اهم الاسباب ممكن حتى في تونس وعلى حسب النسب اللي تنجم تؤدي للطلاق. ممكن برشا ناس ما يعرفوش، ما ينجموش يصنفوا شنو هو العقم حتى من الاشهر الاولى من الزواج نتاعهم. يقول لك انا ما جبتش صغار في الشهرين ثلاثة شهور لانين، وقتها فما نقص الاختر. هنا يكفيش النجم نعرف ونعطيه تعريف للعقم بالنسبة للناس اللي تسمع فينا عاد سنة ثلاثة. دونك احنا هنا مش نحكيو على العقم، نحكيو على الانفيرتيليتي دو كوبل. الانفيرتيليتي دو كوبل هو نصنفوه عدم تأخر الانجاب، معناه عدم حدوث حمل في خلال 12 شهر مع وجود علاقة جنسية مستمرة، ودون معناها المرأة ما تاخوش معناها موانع متاع حمل من غير موانع حمل. سيتادير لا ديفيكولتي ا كونسوفوار ان انفون بوندون 12 موا سون كونتراسيبسيون هرمونال، معناها مدة سنة 12 شهر مدة سنة من غير ما هي تاخذ في حتى حاجة كونتراسيبسيون. دونك دكتور احنا تنحاولوا زاد عندنا ميكرو تروتوار باش نسمعوه تو سويت بيان سور، نشوفوا خاطر التونسي مازال مش فاهم اكزاكتومون عقم تأخر الإنجاب شنو هو بالضبط. نسمعوا التونسي شنو قال في الموضوع هذا، ومصلي معكم مشوار على رجل حياة فهم. والله عقم هي حالة متاع مساء ما جيبش صغار، فما منا ومنا ما الأكثرية عند المرأة، خاطر تسمع ديما قضايا طلاق علاش خاطر المرأة ما تجيبش صغار ولا خاطر الراجل ما يجيبش صغار. عمليات جراحية نعرفوا عند الراجل، عند المرأة نورمالمون يعملوا طفل الأنبوب. أنت والعلاقة بين المرأة والراجل إذا كان ماخذ بنت عام وباز ماكسيموم 6 شهور ومش يبدا كيكس، أما إذا كان علاقة مثلا متاع واحد يحب واحدة ومش يصبر ومش يقعد معاها ما نعرفش وقتاش. العلاج ما عنديش عليه فكرة كبيرة، أما اللي نعرفوا اللي أبخي كونسلتي عند دكتور هو اللي باش يعطيهم أنا كباركا بيان سور، مش فماش حاجة علاج للناس الكل يطبق على الناس الكل. دونك سولون المشكلة اللي عند الكوبل، سينا نجم يكون بالدوائيات، نجم يكون بالجراحة، معناها نسمع برشا زادة على طفل الأنبوب، نجم يكون هكاكا فيرتلايزيشن اللي يعرفوها معناها الأطباء. عقم هو مرض الرجال ولا النساء ما يجيبوش صغار، ديما عند المرأة الأكثرية حسب ما ريح، عند المرأة أكثر الراجل قليل شو نطلقه، كما قلنا نحن 70% نساء والباقي رجال. ما نعرفش ما يليجم بعد لا رسول يمشي يعملوا تحاليل ماكس شهرين ثلاثة يمشي يعملوا تحاليل كيك يحلوا على رواحهم، هذيك هي عند الناس الكل. أسوأ اللي نعرفهم على العقم ينجم يكون فما مشكلة في الأوفيلاسيون، تنجم تكون فما مشكلة في الجهاز التناسلي، تسنى اليأس المبكر البريكوس، زاد الناس اللي تعطاو المخدرات والكحول والتدخين بطريقة كبيرة، معناها ينجم يكون هذا فاكتور مهم برشا أنهم يجيبوش صغار. يعني فما معلومة ما نعرفش صحيحة ولا غلطة اللي هي الشيميو، الناس اللي كانوا مثلا عندهم كانسير وداويو بالشيميو زاد ينجم يكون فاكتور ما بين لي فاكتور هذوما متاع العقم. هذا هو رأي الشارع القيرويني خلينا نقوله في الموضوع هذا يا دكتور. تعليق تحاول صحيح ركزتني على الميكرو تريتوار اللي قال لك المرأة أكثر 70% لا مش صحيح. كي نجيو معناها نشوفوا لي ستاتيستيك معناها البريفالونس دي كوز نلقاو ساتوش 30% دي زوم 30% دي فام 30% ميكس
et 10% idiopathique, manière inexpliquée. Donc, dans ce cas, arrive, donc elle touche 30% les femmes et 30% les hommes. Voilà. On a l'aspect مش كان عند المرأة. كيما قلت لك انا كيما قلت لك انا المجتمع التونسي ديما يحط الحاجه على المرأة اكثر وذاك علاش يقول برا عرس بالثانيه وكل. دونك هنا يا دكتور احنا قلنا العقم مش عدم الانجاب جمله واحده اللي مش نحكيوا عليه اليوم, احنا عدم القدره على الانجاب مع فما حلول للاشياء هذوك ودونك باش نلوجوا تريتمون. ممكن هنا ينجموا يلوموا دكتور على المرأة اكثر فيكو المرأة عندها فتره مينوبوز يقول لك هي معناها حتى اذا كان مش يقعدوا ويحاولوا دونك هي اذا كان مش توصل للعمر المعين نتاع فتره سن الياس سن الامل خلينا نقولوا باش ما نقولوش سن الامل دونك فوالا يولي معناها يقول لك هذيك علاش نمشيوا للمراه اكثر. دونك الراجل ديما عنده حلول. خلينا نفسروا لهم هنا في الاطار هذايا قلنا العقم احنا فما اسباب معينه بعد سنه يتم التشخيص. كنا سمعنا زيد في الميكرو تروتوار اللي قال لك بعد شهر شهرين يمشيوا يعملوا كونسلتينغ. هل انه من العمل يمشيوا يعملوا كونسلتينغ بعد شهر شهرين؟ صح, هو نبدأ بالستريس أكسيداتيف اللي يبدأ عند الكوب, يبدأ من شهر الثاني من شهر الثالث ويبدأ حلش ما حبلتش هاي خالتي هاي عمتي هاي قالوا لك لا. نحن ننصحوا الكوب سيغتو لجون ماري يستنوا 12 شهر بعد من 12 موا معناها عام من الزواج مع علاقة جنسية أكدوا عليها منتظمة. خاتنش بتقول لك عرست راجلي مش موجود ولا يخدم بعيد ولا رانا في علاقة اللي مش قاعدة تصير علاقة ونديزاكور معناها لأسباب من الأسباب. دونك بعد السنة هذيك وقت نتوجه طبيب مختص وفما جملة من التحاليل والكشوفات اللي نقوموا بها وما نحسوش اللي الكشوفات نبدأوا عند المرأة قبل ورجل لا لو دو كوبلون امبليكي في التكنيك هذه بتاع البي ام ام معناها الاسيستونس ميديكال لا بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي لو دو كوبل نبداو بها لو دو مع بعض. والاسباب بالتشخيص والانتروغاتوار خاطر نحن نبداو من الاول معناها نسالوا الساعة لو دو كوبل طريقة العيش نتاعهم ظروف الاكل فماشي امراض مزمنه قديمه نشوفوا لا مورفولوجي وسيرتو نشوفوا لا تاي لو بوا عند المراه صارت شي معناها عندها عمليات قديمه على البسان بيلفيس ومن بعد نتعداو ليزيكزامان كومبليمونتير دونك كا باغ كا نختاروا نحن لا تكنيك دو لا بي ام اللي مش تختاروها معناها طريقه بتاع طرق المساعدة على الإجراء. خلينا باش نبسطوا ساعة الأمور للسادة مستمعين. خلينا نحطوا احنا أسباب العقم بالنسبة للمرأة ونصنفوا أسباب العقم بالنسبة للرجل باش هكيكا نحطوهم في الإطار نحطوهم على سكة صحيحة شنو التكنيك اللي باش يستعملوها حتى مع طبيبهم المباشر. نبداو بأسباب العقم من أسباب العقم دونك نقسموهم الاثنين أسباب العقم عند الرجل أسباب العقم عند المرأة. أسباب العقم عند المرأة هما 3 كوز principal 3 chapitres chapitre l'eau هما لي كوز اوفيلاتوار معناها مشكله في التبويض. هذا اللي شايع يقول لك عندها تكيس في المبيض سيندروم دي زوفير بوليكيستيك فما لي انسيفيزونس اوفاريان بريماتور اللي حكينا عليها السن الياس المبكر وفما لوتر كوز سي لي بير برولاكتيديمي اللي يبدا عندها الحليب في الجسم نتاعها. هذوما لي كوز اوفيلاتوار. بعد تعدوا لي كوز ميكانيك اللي هما دو معناها لي كوز اوتوري لي زوبستاكل اللي في الرحم تو نحكيو عليهم بار ديتاي ولي زوتر كوز هما تيوبر اللي يقول لك عنده انسداد في القنوات. دونك لي كوز هذوما اوتوري معناها اللي موجودين في الرحم نجمو نلقاو مثلا تشوهات خلقيه كيما لي كلوازون معناها كلوازون نلقاو لي سينيشي اوتوري الساق اللي تكون مثلا بعد لي كورتاج ابغازيف les endométrites postérieures manière d'origine infectieuse donc il خلي معناتها لا سقات ولا حاب نلقاو لي زيروس بي كورن او بيان دي كور هادو مالي مال فورماسيون اوتوري معناتها التشوهات الخلقيه اللي تتولد بها المراه وفما لي زوتر اللي موجودين هما الاورام الليفيه والتهلولات لي بوليب يطلع على مستوى النهبل والى مستوى الليتابل بعد فما الدياجنوستيك ديفيرونسيال اونتر البوليب هذه التهلوله ولا تهلوله وفما الورم الليفي اللي بالدوبلير فاسكولير كي نعملوا الدوبلير هذه بالالوان اللحمه هذه معناها الفيبروم معناها الفاسكولاريزاسيون الدم يكون بيريفيري وبالنسبه للتهلولات هذوما لي بوليب تبدا الفاسكولاريزاسيون معناها سنترال هذوما في لي زوبستاكل عند الرحم وفما اللي موجودين على مستوى القنوات الاجعاب بالعربيه الفصحى باش يفهمونا الساده المستمعين يقول لك جعبه مسدوده هذوك اللي زوبستاكل اللي هو الستينوز
تلقى سواء بروكسيمال ولا ديستال معناه قريب للرحم ولا في اخر القناه دو فالوب يبدا موجود بغير هذيك نجمو نعملو سيليوسكوبي ولا كاتيتريز نجمو نحاولو باش نصلحوها من بعيد. لا لا هذوما دكتور السبب الاخير هو هجر لي زوندوميتريوز هجر بطانة الرحم بطانة الرحم المهاجر. الاسباب اللي ذكرناهم هذوما دكتور الكل اللي يخصوا اللي نجمو تجيو لعدم القدره على الانجاب بالنسبه للمراه يحكيناهم الكل فيهم حلول دكتور؟ اكيد فيهم حلول. علاش نحن نبداو بسبب كابار كا كابار كا مثلا كيفاش نبداو باش نشوفوا نحن الكوز اوفيلاتوار شنو نطلبوا فما تحليل نشوفوا به المخزون نتاع البويض اذا فما ايثير برولاكتينيمي كيف كيف في الدم نشوفوا نسبه نتاع البرولاكتين في الدم وفما ادويات معناها نستعملوهم باش ينقصوا نسبه البرولاكتين في الدم ويرجعوا البويضات معناها يرجعوا لحالتهم الطبيعيه باش يخدموا البرولاكتين باش نوضحوا للنساء اللي تسمع فينا اللي يقولوا الموجود لحليب باغونت هي مازالت ما حبلتش ماهيش في اون ايتا دو غروسيس وماهيش قاعده تحضر للغروسيس نتاعها. هنايا كيفاش تفيق دكتور؟ تنجم هي وحدها تنجم تفيق بالنسبه للحليب ولا ساعات فما نساء مثلا نطلبوا لهم ايرام دو ليبوفيز نلقاو دي ميكرو ادينوم دكتور ليبوفيز هذيك هي تخلي الافراز نتاع الغده دي نتاع ليبوفيز اكثر وتعمل لي بروكتينيمي جينيرالمون. السيكل نتاعها كي يبدا ماهوش منظم فما يقول لك السيكل نتاعي قصير السيكل نتاعي طويل. هنايا كيفاش ليستيماسيون باش تولي معناها انتم في تحديد معناها ايام التبويض تنجموا تفهموا من العدد نتاع السيكل والا تنجموا تعطيوها ليستيماسيون مثلا تقولوا في الجمعه هذيك نحاولوا معناها على الاقل قبل ما نعملوا تحاليل واحد وكشوفات معناها كشوفات معناها طبيه بالاشعه بالليكوغرافي بالصدى نحن نعملوا ملوسه انتروغاتوار ونعملوا اكزامان كلينيك نشوفوا المراه نشوفوا التاي نتاعها كما قلنا لو بوان نشوفوا التروفيسيتي فاجينال نشوفوا فماشي ان بروبليم دي بيغ اندروجيني ما عندهاش شعر في فماشي حب دونك لي زورمون مش ركحين في الدم مش مركحين السيكل لي كونديسيون معناها دي جين دو في هذوما لي فاكتور سورتو سوسيو نوتريسيونيل ركزوا عليهم واكيد معناها فما حلول اللي فما نستعملوا الدواء نتاعنا باش نحاولوا ننظموا السيكل نتاعها. نكملوا مع اسباب العقم عند الرجل واسباب خلينا ما نقولوش كلمه العقم احنا تاخر الانجاب خلينا نقولوا اسباب تاخر الانجاب عند الرجل باش نحطوا الامور في اداره ولا خاصه لي كوبل معناها يفهموا بعضهم حتى ويفهموا من الاسباب اللي عندهم. اسباب الاسباب معناها اللي كوز دانفيرتيليتي دولوجي الماسكولين دو غراند شابيتر. الشابيتر الاولاني هو الالتيراسيون دو سبرماتوجينيز. معناها سبرماتوجينيز معناها نشوفوا لا كاليتي لا كونتيتي الى مورفولوجي سبرماتوزويد معناها الجوده الكميه ولا مورفولوجي هذيك. والشابيتر الثاني هما لي زانفيرتيليتي اكسكريتوار اكسكريتوار يبدا فما اوبستاكل او نيفو دو فوا سيمينال معناها الحكايه هذيك ساعات يقول لك مثلا السائل المنوي ما يخرجش هذاك نشوف الاكسكريتوار من هذا اخر عمليه القذف صحيت عمليه القذف ما تصيرش هذاك وقت نعملوا بيوبسي تستيكولا معنا تقنيه اخرى تساعدنا باش نلقاو خاطر تمشي تلقى ازوز تقني ما فماش سائل منوي دونك ابسونس توتال صحيت ابسونس توتال وقت نشوفوا شنو هو لوريجين نتاعنا هذوما سيرتو لي زوبست معناها اكسكريتوار نعمل وقت بيوبسي تستيكولير وقت نمشيو التقنيه هذيك وشيء في تونس من قدام الزمان ماهيش جديده ماهيش جديده ماهيش جديده صح. وفما كما قلنا لي زوتر كوز نتاع تخوب سبيرماتوجينيز تنجم تكون فما اون فاريكوسيد ينجم فما اون انفيكسيون ديزوريون هذه اون مالادي انفيكسيوز فما كريبتوكيدي اي دوتر انومالي حتى انومالي كروزوميك معناها كيما السندروم دو كليفلتير هذه موجوده دونك نحاولوا باش ما ندخلوش في التفاصيل باش معناها خاصه فما دي تيغ ما ينجموش يفهموهم برشا هكا حاله بحاله تنجموا انتم كاهل الاختصاص تشخصوا. دكتور اكيد فما عوامل زاد عوامل اخطر نجموا نحكيوا عليهم اللي تنجم هي تؤدي التاخر القدره في الانجاب كيما باغ اكزومبل التدخين نستعمل مخدرات هذوما من العوامل المؤثره ياثروا
دوك يدخلوا في الدوريجين ماسكولين معناها لاكتيفاسيون دو سبرماتوجينيز هذه دونك ينقص لنا في في الحركه وفي عدد السائل المنوي. جوست معلومه دكتور تحاول معناها تصلح لي والا لا، وهذا معناها احنا قاعدين ديما نحطوا روحنا في بلاصه المواطن التونسي. اكيد نقلبوا شويه اكثر للمواطن، يكونوا كوبل مع بعضهم ما يجيبوش صغار، لو فيت هي تعرس براجل اخر وهو يعرس براجل هو اخر هو ما عادش فما ما يجيبوش صغار. خاطر 90% من الحالات ولاو ينجحوا باش ينجحوا 90% كي نلتجؤوا لطرق المساعده على الانجاب المساعد 90% هنا جوست فسر لي الحاله هذه دكتور اللي احنا ديما قلت قاعده نجاوب على التساؤلات المواطنين. ديما المواطن ديما يخمم بالتفكير البسيط نتاعو ما يتعمقش سيانتيفيكمون المواطن، دونك يقول لك هي وقت اللي عرست بوحده اخر جابت الصغير برغم انهم عملوا الطرق اللازمه هو كيف كيف. هل انه هنا توافق لكوبل شنو المحدد بالضبط باش الكوبل ما يجيبش مع بعضهم الكوبل هذيك معناها شاءت الاقدار انهم ما يجيبوش مع بعضهم قدره ربي سبحانه والا فما حاجه علميه في الاطار هذا وتحاليلهم كلهم وتحاليلهم لاباس تحاليلهم لاباس. هو هو فما فاكتور اوتو ايمون راه فما دي فاكتور ايمون اللي فما دي زونتيكور لي زونتو انتيكور اوتو ايمون اللي يعمل لي افورتمون ريبيتيسيون اللي نجمو نمشيو اكثر معناها تدقيق في الجانب الايمونيتير اكثر. فوالا احنا مازلنا مش نواصلوا مع السيد نجمو نكونوا في 10% تاع انكسبليكي فما برشا تشويش يا جماعه. اي لا اقر بكم الدكتور ذاك احنا مازلنا مش نواصلوا مع الساده مستمعين سي بون حانت لحظه باش ندخلوا في التشخيص كيفاش يتم خاصه الكوبل ديما يخاف من الحاجات هذوما احنا المجتمع المحيط بنا هو اللي يعمل ستريس خاصه للي كوبل يستناو باش يجيبوا صغار الوغ كو معناها هو يقول لك جينيرالمون تاخذ وقتك بعد عام وقتها باش يصير التشخيص. معك انت دكتور سهيل السعدي اخصائي امراض النساء وتوليد في موضوعنا تاخر جايب وخاصة مش نحكي لكم على أساليب العلاج في آل دكتور مواصلين معكم في سانتي 5.0 سانتي 5.0 خاصة باش نطرقوا لأساليب العلاج مع دكتور سهيل السعدي أخصائي أمراض النساء والتوليد. مرحبا بك من جديد دكتور. دونك نكملوا نحكي وحكينا احنا على أسباب تأخر الإنجاب كيلكو سوا عند المرأة وعطيناهم اللي قسمناهم 3 شابيتر، الراجل كيف كيف قسمناهم 2 شابيتر. توا سي بون نطرقوا للأساليب نتاع العلاج اللي هي الهيجس نتاع الناس الكل، الناس الكل ما يهمهاش في الأسباب. أعطيها العلاجات شنو؟ أعطيهم معناها يوصلوا للنتيجة اللي هي القدرة على الإنجاب. دونك المساعدة على الإنجاب هذه لا بي ام ام البروكرياسيون ميديكالمون اسيستي تقسم على اثنين. الأولانية هي لا ستيمولاسيون أوفاريال معناها ما نقولوش التنشيط تكثيف البويضات تكثيف البويضات هذه يصير افيك وسون انسيمولاسيون معناها بالتلقيح أو بدون تلقيح. والثانية هي ليبر ستيمولاسيون أوفاريال هذه اللي تكون كونترولي convu de fécondation une autre manière hyperstimulation بالحقن هذيك نستعمل الهرموني باش نحاولوا نكثفوا البويضات. شنو نكثفوا البويضات؟ هي المرأة مش باش ناخذوا من الخزانه نتاعها، هي المرأة هذيك البرودوي 7 8 اوفيول من هذوما اللي فوليكول 7 ولا 8 بويضات توصل منهم وحده برك اللي نحبوها نحن هذيك باش نعمل فيكونداسيون التلقيح. نحن نحاولوا اك 7 ولا 8 دونك نوصلوهم الكلهم يكونوا كيما واحده، نحب نوصلوا 8 ولا 7 هو جينيرالمون ماذا بينا من 8 حتى ل 12 13 يبداوا حاضرين خاطر من بعد باش نعملوا بونكسيون معناها باش نجبدوا منهم. هذه كيفاش تصير العمليه؟ هذه كيفاش تصير العمليه؟ العمليه خلينا نقبل هذايا الكل، احنا قلنا قبيله بشويه دكتور اللي هما يجيوكم تعملوا لهم كدياغنوستيك فما اسئله لا تطرح على الكوبل نعطيهم نوعيه الاسئله اللي تنجم تطرحها على فما اسئله دونك اورينتي سولون لو كونتكست نسالوهم كيما سالنا لي زونتيسيدون قامتش بعمليه في الصغر نتاعها استعملتش مواد معناها بيوشيميك فماشي اكسبوزيسيون دوتر معناها راديياسيون هذا يتسمى الانتروغاتوار. من بعدين نتعداو للاكزامان كلينيك معناها الكشف الطبي. الكشف الطبي سي تخي نيسيسير ما نجيوش المريض عندهم ما جا هاي شنو احوالك لاباس هاي باش نعطيوك التحاليل ومش تعمل لا نبداو دونك بالاسئله الطبيه هذه الانتروغاتوار بعد تعداو للكشف الطبي اللي نقوموا به معناها على الطاوله كما حكينا نشوفوا لاسبيدوكول نشوفوا المهبل نشوفوا فم الوالده نشوفوا نقيسوا البوان تاعها التاي
خاطر هذه كل نجموا بالانتروغاتوار والاكزامان كلينيك ما نتعداوش، نجموا نتعداوش الكشوفات الثانيه اللي تطلع حاجات بسيطه اللي نجموا انها تتعالج. شبيبك هيك لا، يبدا بالاسئله الموجهه ومن بعد الكشف الطبي ومن بعد نتعداو للمرحله الثالثه اللي هي ليزيكزامان كومبليمونتير الكشوفات الطبيه اللي فيها انواع. هنا في تعاملاتكم مع الازواج دكتور قاعدين تلقاو في سهوله، خاطر احنا ديما نحكيو على عقليه التونسي اللي يمشي كما قالوا كما سمعت انت في الميكرو خطوه نساء اكثر من الرجال. انت التمبرامون نتاع الميتسا انت وشخصيته انت والكاريزما نتاعو دونك في اقناع على الكوبل وطريقه ايصال المعلومه التعامل معاه هو ايصال المعلومه خاطر سا ديفير لو كاركتير دو ميتسا الاوتر. تلقاو صعوبات خاصه كيما تعرف كيما انت علاش قلت معناها هنا الحنكه نتاع الطبيب نتاع الطبيب اللي يعرف كيفاش يسال خاطر فما اسئله تعتبر محرجه. اي تحاول انت كيفاش تقنعه وتحاول كيفاش تخرج من عنده المعلومه خاطر سي با فاسيل باش تخرج من راجل المعلومه سيرتو العلاقه الجنسيه وقتاش تصير وكيفاش تصير. ممكن المراه هنا تلقاها متجاوبه اكثر من الراجل في الاجابات نتاعها، تنجم ديما عندها الثقه وتوصل المعلومه. الراجل باغ كونتر صعيب شويه. الامور النفسيه تدخل باطار كبير في الموضوع هذايا. نحاولوا بيان سور نحن التاثير النفسي يكون معناها من نقصوا شويه من الستريس ونخموا وتخلي الامور بطبيعتها تسير وما تحطش اللي هي اوبستاكل في حياتك اللي ما صارش شي حاجه. بشوية بشوية كما قلنا بكي 90% من الحالات نلقاولها حلو. نكملوا في طرق العلاج اللي فما طرق جنرالمون من الدولة ويسمعوا بها الناس الكل، من ضمنها خلينا نقولوا معناها الأكثر الحاجات الشائعة واللي يسمعوا بها اللي كما كانت قالت سيدة في الميكرو خطوه قالت طفل الأنبوب، وفما شكون قال لك تمشي المداوات للمرأة أكثر من الراجل. نحكي لهم على التقنيات هذوما وكل تقنية شكون تخص. دكتور نبداو بالتاريخ نتاع ما عادش نحبوا نقولوا طفل الانبوب ونقولوا التلقيح المجهري. التلقيح المجهري هي التكنيك هذه نتاع طفل الانبوب اول انفون معناها كونسو باغ الميثود هذه دو بي ام هي صارت في بريطانيا اي بريسيزامون لو 25 جويي 1977 يتسمى بي بي ايبروفيت اللي هي اسمها لويز براون هذه اللي قام بها سيت بيولوجيست بريتانيك اون 78 ومن بعد في فرنسا زاد لا بتيت اموندين 1982 في فرنسا هذه. في تونس بدات التقنيه من القدم في تونس في اخر الثمانينات بدينا مع الاساتذه في بداوا اللي في التقنيه بتاع تقنيه الفيرما وبدينا نمشي في الاطار هذا. قعدت تطور برشا في السنوات الاخيره التقنيه المساعده على الانجاب. هذه الليستوريك نتاع كيفاش يصير التلقيح المجهري. دونك فما مرحله نقوم بها، المرحله الاولى هي لا ستيمولاسيون اوفريان هي تكثير البويضات تجينا المرأة في أول السيكل بتاعها نعطوها حقن معنا دي ميديكامون أغمولو ونقعدوا نتبعوا فيها بالصداء يعني نشوفوا لا ماتوراسيون معناها نشوفوا لا تاي دي فوليكول كي نوصلوا معناها ان جور بيان ديتيرميني وقتها نعملوا ديكلونشمون معناها تفجير المبيض. بعد تفجير المبيض بعد 36 ساعة ترجع المرأة اللي صار مع هذا التكثيف البويضات وقتها احنا نعملوا بونكسيون. اش معناها بونكسيون؟ وقتها نجبدوا معناها بالعربيه مش شوفها لك نسيت كلمه بونكسيون بالعربيه سحب. دونك نعملوا سحب نتاع البويضات. التقنيه هذه تصير سوز انستيجي جينيرال تحت تخدير كامل افيك اون اغوي معناها بطريقة بالإبر ونعملوا سحب تاع الكونتينيو فوليكولير هذه في المبيض. دكتور تصير في العياده نتاعكم دكتور ولا في لا مكان في مركز نتاع مساعده على الانجاب مركز. بعد ما قمنا بالبونكسيون نتاع الكونتينيو فوليكولير معناها اللي موجود الانسجه اللي موجوده في الفوليكول المرأة تروح لدارها ومن بعد ترجع لنا بعد 72 ساعة وقتها نحاولوا نحن نعملوا ترانسفير
يصير نقل صحيح ترانسفير تاع الاجنة يصير ثوازيام ا 5 جور مال ثوازيام سيكيام ولا سيزيام جور دو سيك لو جور ابري لا فونكسيون يصير ترانسفير بعد عملية السحب يوم بعد عملية السحب ثلاثة خمسة او ستة ايام بعد ما نقوموا بالسحب نقوموا بعملية زرع الاجنة ديما دو بريفيرابل نزرع واحد واحد سول امبريون معناها خاطر لي ريسك باش تعمل دو امبريون لي ريسك دي غروسيج جيميلير ولا غروسيج فوالا هذا اللي يقول لك اللي ديما معناها ومن بعد تروح المرأة لدارها بعد ما تصير بالترونسفير بعد حوالي 15 16 يوم وقت تعمل لك التحليل بتاعها باش نشوفوا فما حمل ولا لا بتاع سي جي كونتيتاتيف المهم التقنيه المراحل نتاع الطفل فما مخاطر على العلاج باطفال الانابيب هذوما خاصه على المراه اللي هي معناها تقريبا العمليه الكل باش تتم على المراه عمليه السائل المنوي ولا الحيوان المنوي باش تتم من عند الرجل وبعد العمليه الكل باش تتم على المراه اي هو جوست وقت البونكسيون مش وقت الترانسفير وقت ينجم يصير نزيف خفيف وكهو شوية وجاء نعطيه الدويات باش ترتاح وكهو جوست هذه أما نحبو تنبع أن نطلقوا شنو الفرق بين الطفل الأنبوب خفيف والتلقيح المجهري باش الناس تعرف دونك هذوما معناها فما فرق بيناتهم هذاك علاش لازم نوضحوا بعد البونكسيون وقت نعملوا البونكسيون تاعنا خفيف معناها الطفل الأنبوب شنو معناها ناخذ البويضة البويضة هذيك في نفس اليوم هو الزوج نتاعها باش يعطي السائل المنوي نتاعها نحن نحطوهم في مليو دو كولتور ونخليو معناها الفيكونداسيون التلقيح تصير بصفة ناتوريل بصفة طبيعية صفة طبيعية في الليكسي معناها التلقيح المجهري لا نحن ماك السائل ما نختار سبيرماتوزويد الباهي ونحطوه في السيتوبلازم تاع لوفوسيت اللي تعيش تسمى انجيكسيون انترا سيتوبلازميك هذه الفرق دونك هذه الفرق بيناتهم والليكسي دونك دكتور اي كاي امراه يقول لك معناها هنا تقعد تخم في نسبه النجاح كيفاش باش تكون من المره الاولى من المره الثانيه سهوله التعامل هل انه كل بدن نتاع امراه وكيفاش زيد كيف كيف الاسباب كي نرجعوا للاسباب هي اللي تساهم في نجاح العمليه هنا كيفاش نجم نطمنهم حتى نسى خاطر تو بعد حتى بعد شويه مسيش تعطيني حتى فكره اكيد الكوم تاع العمليات هذوما ماهوش مسهل خاطر راهو معناها برشا ناس يقول لك معناها فوالا تنوضحوا لهم في الاطار هذايا دونك دكتور هنا كيفاش نسبه النجاح نسبة على الاقل نسبه اللي في لو برومي سي توصل حتى 50-55% دوزيام سي الميغر لو تو هذا البو غراب حتى ل 75-73% و 3 اي سي 80-85% عمليه طفل قد ما عنده دي سي سي قد ما التو دو ريسيت يكبر فوالا كل اي سي دكتور والكوب تاعها وحدها دونك هذه الاولانيه بيان سور خاطر اغلى علاش اغلى اغلى خاطر باش نعملوا تكاثر تاع البويضات لا ستيمولاسيون معناها كي لي انجيكسيون تزرق دونك غادي الكو نتاعها وبيان سور باش نمشي دو او تخوا فوا الميديسان نتاعها ونمشي نشوف لي فوليكول باش تصير بونكسيون أيه. بار كونتر في لي زوتر اي سي يبداو عندنا دي معناها اجينا كونجولي وقت جوست وقت نعملوا احنا ترونسفير نتاعنا افيك بيان سور بريباراسيون دو لوندوميتر تصير معناها البطن تاع الرحم تصير معناها دوزيام كو ديما ارخص من بروميي كو تخوازيام اي سي معناها دوزيام تخوازيام اي سي ارخص من بروميي اي سي وقتاش هنا يا دكتور نحكيو على مرحله التعافي ونقولوا للمراه سي بون باش توصل الجنين نتاعها بقدره ربي لاباس سي بون لو غروسيس بيان ستابل خلينا نقولوا في انا وقت بالضبط بعد ما تتم عمليه السحب عمليه نقل الاجنه العمليات هذوما الكل اللي يصيروا وقتاش نقولوا سي بون توش نحكيوا على غروسيس نحن بعد 15 يوم باش نعملوا تحليل بوزيتيف وقتها ناخذوا الدواء نتاعنا باش يثبت الحمل نتاعنا بيان سور ننصحوها شويه سيرتو في ال 20 يوم الاولاني الشهر الاولاني اللي بون يعملك لي زيفي معناها لي ترافو فيزيك بيني اي لي زيفي سيكوندير اللي تنجم بعد فوي لا ميزور فما دي كونترول جينيرالمون هما ما نجموش معناش برونوستيك نقول هاي في الشهر الثاني هاي تهنى ولا في الشهر الثاني نعملوا سويفي دو غروسيس نتاعنا سويفي عادية بعد التوالي نتاع غروسيس عادية دي بيلون نتبعوا نشوفوا ما نعطوش برونوستيك نقولوا نقول هاي سي بون لاباس بعد شهر نقول نجموا نسكي بوا تعملوا غروسيس اريتي ولا تعمل افورتمون في الثالثة لكن يعتبر طفل الانبوب ناجح فيك وصل للسانكيام موا دو غروسيس ما عنديش من وقتاش فانا شهر نقول هذا معناها هذايا مازال ما عندكمش لي ستاتيستيك فيهم دونك دكتور برشا تساؤلات هما ينجموا يطرحوهم على طفل الانبوب والا تلقيح المجهري ما عادش تحبوا تسميوها طفل الانبوب هل انه طفل الانبوب يكون طفل طبيعي؟ هذا من التساؤلات اللي طرحوهم السيده مستمعين عليه. والله صحيح هو فما نحن كي من الاول ما نجموش كي نعملوا ستيبيلاسيون ونعملوا بونكسيون
بعد في زرع الأجن كي تصير زرع الأجن النجمو فما تكنيك مثلا سيغتو كيبدا الراجل يقول لك راه فما معناها أبيراسيون كروموزوميك فما تشوه خلقي في العائلة سيغتو لوريجين كروموزوميك وقت التكنيك نتاع البيولوجيست هو اللي يختار لك لومبريون اللي باهي فيها أيه. اما من الاول نحن كي نعملوا بونكسيون ما نقولوش هذا باهي ولا ايضا مش بلا سيليكسيون من بعد البيولوجيست هو يعمل سيليكسيون في لو كونتكست لي زونتيسيدون كروموزوميك معناها اللي هما موجودين. السن المناسبه هنا اللي نجموا نحكيوا عليها فان عمر احنا معناها المرات نجم تعمل طفل الامبو في اي عمر نجم تعمل حتى بعد المينوبوز؟ لا صحيح حتى تمشي وتنقص نحن دبري avant l'âge de 43 ans. L'âge de 43 ans. L'âge avec قد ما تزيد قد ما تكثر خاطر هو مخزون نتاع بويضات. دونك كيفاش تنجموا تحددوا دكتور علامات نجاح العمليه نتاع طفل الانبوب انتم كاهل الاختصاص وكاطباء مباشرين للحالات هذوما شنو هما العلامات اللي تنجموا تقولوا سي بون معناها قاعد ماشي في المرحله نتاع النمو نتاعو العمليه قاعده ناجحه باش نوصلوا نحكيوا على غروسيس وتصير الغروسيس بعد العوامل المرحله الكل بستيمولاسيون اوفاريان خاطر ثم بليزيور بروتوكول ينجموا نوصلوا البروتوكول نتاع ايبر ستيمولاسيون اوفاريان وقتها ما نجموش معناها البطن نتاعها ينتفخ وتصير معناها ضيق في النفس اما بويسك توا لي تكنيك تبدلوا حتى الميديكال تبدلوا دونك قليل نلقاو ايبر ستيمولاسيون وقتها بالليكوغرافي نتبعوا نحن نشوفوا لو دوغري نتاع الماتوراسيون معناها لا تاي دي فوليكول نعملوا تحاليل نتاع هرمونات من بعد التكنيك نتاع البونكسيون والترانسفير معناها بلوزيغ فاكتور معناها هذوما هما عوامل النجاح الكل يدخلوا وبيان سور قد ما تكون المراه ماجر اكثر قد ما خير مش كيما دونك الوزن نتاعها يكون مثالي مش ماجر خلينا نقولوا وزنها المثالي دوطخ فاكتور الاورام الليفيه اللي بوليب دونك بلوزيغ فاكتور اللي يقيمونا فوالا ودكتور انت كنت قلت معناها فما بروميير ايسي دوزيام ايسي ينجم حتى يوصل للتخوازي ايسي قداش في كل قداش من مره الوقت هذايا مدام الفه طرحت له السؤال علينا على الباج في الفيسبوك قالت لك عمليه اطفال الانابيب بعد الفشل نتاعها في كل قداش نجم نعاودها دونك نعملوا بروميير ايسي نجموا بعد 2-3 موا نجموا نعملوا دوزيام ايسي بعد 2-3 موا c'est largement suffisant généralement في 3e mois نجم نعملو 2e essai donc 2-3 mois docteur مثلا كيما نقولوا احنا مرا لا قدر الله عملت فاس اكوشمون ولا حاجه نقولوا ديما لازمها ترتح بدنها على الاقل شهرين باش تعاود ينطخ غروسيس باش معناها حتى بيت الرحم نتاعها تكون مهيئه للحاجات اللي لازمها حتى نفسانيا هي تكون مهيئه زي يبدا فما ترانسفير دومبريون كونجيلي اقل نجموا بعد شهرين نجموا نبداو نجموا معناها تعاود صحيح اللي بعد الامبيون كونجيلي نجموا اقل زمن قبل من شهر من الدوزيام ايسي كيما العاديه تبدا بالستيمولاسيون فوالا في قداش المراه عندها الحق تعاود من مره عمليه طفل الانبوب هذايا كان فشلت المره الاولى فشلت المره الثانيه خلينا نقولوا حتى التروازيام ايسي 6-8 فوا نجموا 6-8 فوا لو ماكسيموم هذايا في معناها حتى كي توصل هي العمر 43 سنه خلينا نقولوا حكينا على التكلفه دكتور دوتر تكنيك بون في تونس ما نجموش نعملوهم جوستومون باش نحكيو عليهم خاطر مازال عندنا تقريبا 8 دقائق دكتور خلينا احنا وضحنا لهم وقلنا حتى التكلفه ما ندخلوش فيها باكثر تفاصيل باسكو لك نعم تنجم معناها تغطي الحاجات هذوما حاولنا احنا نفهموهم كي تكنيك هي شنو هي بالضبط المحاولات اللي نجموا زاده كيف كيف يعملوها اللي ما يخافوش منهم قلنا طفل الانبوب ينجم يجي طفل طبيعي نسبه الحمل بالتوائم خاصه احنا نسمعوا في الحاجات الشائعه يقول لك اللي تسمع جبت زوز ثلاثه تريبلي أربعة يقول لك هذاك راه أكيد طفل أنبوب. لا سي با مش بعد تصير لا ديفيزيون سيلولير. باهي دونك دكتور نكملوا نحكيوا على لي تكنيك الآخرين اللي قلنا احنا. توجور لي غروسيس جيمينيه خاطر لي غروسيس ريسك أو ريسك ما بين أن سول أمبريون معناها يكمل جنين واحد. دونك التعب حتى مش تعب المرأة نكملوا الدكتور مع التكنيك الاخرى اللي قلنا احنا دي تكنيك ما همش موجودين في تونس لكن ديرنييرمون سمعنا شكون قام بالعمليات هذوما لكن خارج حدود الوطن نحكيوا عليهم على الفاعليه نتاعهم شنو ما هما اكزاكتومون دكتور هما لي دونور دو فوسيت دونور دو فوسيت توصل مع سن معين معناها 44 ما عندهاش عندها مخزون نتاع بويضات دونك نجم في طرق اخرى في اوروبا ولا في امريكا فما لي دونور دو فوسيت دونور دو فوسيت
يشوفوا معنا امراه في سن بيان سيون بروكرياسيون ياخذوا منها تعطيك لي زوفوسيت نتاعها اما سبيرماتوزويد هو نتاع الزوجه نتاعها معناها نتاع الزوج وتصير التكنيك هذيك هذه دوني زوفوسيت دونك جوست نعاودوا لهم كيفاش التعريف اكزاكتومون دكتور دونك ناخذوا البويضات نتاع المراه تصير اكستراكسيون نتاع البويضات مرأة أخرى بيان سيون معناها مش هي دونك خلينا نفسروا التكنيك احنا باش نقولوا معناها لا كونجيلاسيون تجميد البويضات نتاعها هي نتاعها هي اللي تصير قبل المينوبوز باش تحافظ عليهم بعد فتره المينوبوز 10 سنين هذوما البويضات مجمدين ال 10 سنين هذه الدوغي نتاعها بيان سور من 15 ل 10 سنين نوصل وفما دي تكنيك اذا المخزون نتاعها معناها فيغ وما عادش عندها مخزون وقتها نلتجوا للتقرير نتاع دونور دو بوسي بويسك نحن لا ريليجيون وطبيعة المجتمع هذا لي مامون بورتوز خلينا نقولوا معناها احنا اللي معناها في ديننا ما غير ليك الموجود احنا كتقنيات قاعدين نحكيوا عليهم شنو التقنيات الموجوده بالطبيعة خاطر التجميد نتاع السائل المنوي راه موجود من السبعينات ومن الستينات موجود معناها التقنية نتاع التجميد السائل المنوي موجودة قبل التجميد نتاع البويضات بلا وهذه معناها تنجم كده لا لويز براون هي نتاع التجميد نتاع تجميد البويضات اللي في تونس مازال تجميد لويز براون تجميد السائل المنوي تجميد السائل المنوي فما دو تكنيك اللي هما تجميد البويضات وكيف كيف تجميد السائل المنوي رغم اللي معناها رغم اللي معناها الرجل هو ديما يقعد فيرتيل حتى ينجم بعد يبدا يتصير ينجم يكون معناها عادي وبعد تصير معناها دي تيومور يصير دونك يأثر على السبرماتوجينيز. فوالا حكينا في الدكتور نجموا نخدموا لهم خاطر ما بقاش احنا معنا برشا وقت، نجموا نخدموا لهم بعض النصائح خاصة الكوبل نقولوا لهم ما لازمهمش يخافوا من عدم القدرة على الإنجاب اللي قلنا عليه نسبة كبيرة 90% 90% كما حكينا والانفيرتيلتي توش ان كوبل اون كوبل سيغ 6 دونك ما نخافوش نصالحوا ما تصالحش العائلة ما عندكش علاقة بالعائلة هذوما دي شوز تاع تصالح الطبيب نتاعك تحاول العيادة تكون منتظمة تكون انت صريح مع نفسك تتجاوب مع الطبيب نتاعك تكون فما ثقة بين الطرفين هذاك هو السبب هذي هو المطلوب نجاح اي عمليه تكون معناها حتى بخلاف هذوما العمليات هذوما ديما الثقه بينك وبين طبيبك اللي هذيك هي باش توصلك للنتيجه اللي لازمك توصل نصائح الطبيب نتاعك وتساعد انت الطبيب ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ربي يرزق كل محروم ميرسي بوكو دكتور سهيل ماش محرومين ما عادش نحكي قلنا 90% ما عادش نحكي محروم ما عادش نحكي معناها ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل بالذريه الصالحه هو في الاخر معناها ديما نتمنوا ديما ذريتنا تكون اي مجتمع صالح ميرسي بوكو دكتور سهيل اسعدي اخصائي امراض النساء والتوليد في موضوعنا لليوم كنا تحدثنا لكم على التاخر في الانجاب وخاصه نحكي لكم على اساليب العلاج نجموا تلقاو الانتغراليتي نتاع الانترفيو هذا على الباج اوفيسيال فيسبوك اذا فاتتكم بعض المعلومات اللي تنجموا تطرقوا لهم وتنجموا تاخذوا اكثر توضيحات من المعلومات اللي كان قالهم دكتور زيد ان غون ميرسي لليكيب كامله اللي امنت لكم لليوم على سونتي 5.0 بدايه باحمد المخلوف اللي انطلق معنا في الاميسيون في الاخراج التقني ومن بعد التحق بنا نوفل الشرطاني محمد سيف بولعريس ما ننساوش زميلنا حسام الربحي اللي امن لنا الميكرو تروتوار لليوم مختلف في الزملاء اللي كانوا معكم شوي آخر جيكم سيوار بن حميدة من قسم الأخبار قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية ومن بعدها زميلتنا سهام حامدي في ركاب ميديا على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.